هنحصر لكم وهنشوف اللعيبه اللي تألقت واللعيبه اللي ظهرت بشكل مميز خلال الشهر كله، وهنعمل دايما معانا منتخب الشهر. لكن الثلاثه اسابيع التانيين هيبقى معانا منتخب الاسبوع داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. معانا لقطتين حلوين جدا، هما لقطتين الاسبوع. اول لقطه كانت في مباراه الاهلي ومصر مقصه في الفيوم، وهي لقطه الجمهور، ان يبقى فيه عدد من الجمهور متواجد. والجمهور هنسمع بالصوت مع حضراتكم. دبس دبس نادي مصنع المكسر. التعليمات من كابتن عادل عبد الرحمن يعبر عنه بس مبهور. ذكرى شهداء الاهلي ال 94 اللي دايما جمهور النادي الاهلي هو السند، وال 74 شهيد هم دايما في قلوب كل الاهلاويه. النهارده برضو يعني هنشوف محمد ممدوح الشهير لدولي، برضو جماهير الاهلي يعني كان توفى من قريب، فجماهير الاهلي عامله له لافته. فده محمد ممدوح دولي، هو من اسوان، ورغم انه من اسوان مسافه بعيده لكن ما كانش بيسيب مباراه للنادي الاهلي في اي مكان، كان موجود دايما ورا الفريق الاول للنادي الاهلي. فدي من احلى اللقطات، هو وجود الجمهور. تاني حاجه ان الجماهير تخلد ذكرى شهداء الاهلي 74، وبرده بننعي اهل واسره محمد ممدوح الشهير بدولي، ربنا يرحمه ان شاء الله ويكون في جنه الخلد. معانا اللقطه الثانيه، لقطه الاسبوع او صدت الاسبوع، كانت لحم